أما نقابة الفنانين في سوريا فمن خلال صفحتها على فيسبوك شكرت كل الفنانين المتبرعين بمبالغ مادية لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال. فبالتنسيق مع النقابة تيم حسن بادر بتقديم مبلغ 107 مليون ليرة سورية، سلافة وخرجي ووائل رمضان ساهموا بمبلغ 21 مليون ليرة، وحسام جنيد وإمارات رزق تبرعوا بمبلغ 200 مليون ليرة، وبدورها النقابة قدمت مبلغ 75 مليون للمحافظات المتضررة. كما ودعت الفنانين بالمبادرة للتبرع بالدم لصالح الجرحى واللي عددهم بتزايد مستمر. ونحن رافقنا الفنانين اللي سارعوا بتلبية الدعوة، والتفاصيل في خبرنا في الإنسايد تيك. أقل واجب، يعني أقل شيء إنه منقدر نعمله، هذا واجبنا تجاه أخونا، هذا أقل واجب ممكن نعمله، أقل شيء ممكن نقدمه، هذا واجبنا، أقل من واجبنا، هذا واجبي، ولا شكر على واجب ولا منا. فهالمبادرة بنظر كل من حضر هي واجب وطني وإنساني وأخلاقي. كتير مهم يكون في حملات منظمة، لأنه ما كل واحد يروح. يعني أنا من أول يوم عم حاول أني أجي أتبرع وديروا على اللاذقية. أول شيء الطريق مقطوع، ما قدرت روح، ما بعرف وين بدي روح أتبرع، هون ولا هون ولا هون. فأول ما سمعت أنه في حملة منظمة من نقابة الفنانين أجيت على طول، وهذا الشيء أقل واجب، يعني أقل شيء أنه منقدر نعمله. ما في مجال، يعني أقل شيء نحن ممكن أنه نقدمه، هذا شيء جزء بسيط يعني أنه نقدمه نحن، لأنه نحن بكارثة. يعني أنا اللي بقول أنه الله يرحم الشهداء اللي راحوا بالزلزال، ويا رب يا رب الله يشفي كل جريح يا رب. هذا أقل واجب ممكن نعمله، أقل شيء ممكن نقدمه للناس اللي تضررت وللمناطق المنكوبة وللأهالي اللي تشردوا واللي بردوا واللي جاعوا واللي يعني أقل شيء ممكن نعمله. فهذا مصاب على الكل، يعني الكل انوجع، الكل تأثر. ولذلك أنا بضل بقول الاصطفاف اليوم ما له معنى، الاصطفاف السياسي أبدا ما له معنى. اليوم أنت مع الإنسان بغض النظر، يعني بالكوارث معروف أنه حتى الخصوم بيوقفوا جنب بعض. وإلى جانب أخوتها وزملائها بالنقابة وقفت ريم عبد العزيز ورنا جمول. هذا واجبنا تجاه أخونا، أخونا السوري وأختنا السورية. المصاب كبير، اتضررت البلد بطريقة كتير شديدة بعد حرب وغلاء وكارثة، يعني يستحق السوري كل تقدير واحترام ومحبة. وبدي اتشكر كل الدول العربية والأجنبية اللي لبت اللهفة، تحركت الإنسانية جواتنا. نحن بهالأزمة بحاجة للإنسان، هذا واجبنا، أقل من واجبنا. نحن ما لنا منية أبدا، بالعكس نحن مقصرين، كلنا مقصرين. يعني المفروض بهذا الوقت إنه الواحد يتبرع، مو يتبرع بشيء أي، يعني أي شيء، أكثر شيء وأحسن شيء لازم يتبرع فيه، لأنه يعني هذا الشيء اللي صار هو رسالة إنه أنت أو أنا كان ممكن نحن نفيق نلاقي حالنا بيتنا على الأرض، كل شيء فيه، ما في شيء، ما معك لا تياب لا مصاري لا أكل لا شرب، أنت وولادك برا بالشارع. ورسالة ثانية حب غسان عزب أن يتوجه فيها من خلال كاميرتنا. أنا يعني بشكر النقابة على الفعل اللي قامته، وبس بحكي لكم من إنه في ناس لازم تجي وتتبرع، ما يقولوا انه تلج وبرد. يعني انا من اليوم الصبح لما كانت طلعت كان الدنيا عم تتلج، قاموا يسالوني شو بيطلعوا الدنيا تلج، قلت لهم انا بطلع وبسيارتي، بس في ناس بالتلج تحت الانقاض. يعني اذا ما طلعنا وقفنا مع بعضنا، اذا ما حسينا ببعضنا مين بيحس فينا. والى جانب التبرع بالدم وبالمال، نجوم كثار فتحوا بيوتهم لاستقبال العوائل المنكوبه. خليني اقول هذا شيء بيكبر القلب وبيرفع الراس، انه السوريين طلعوا ايد وحده. واليوم بالتبرع بالدم، يعني ما بعرف هلأ كيس الدم اللي تبرعت فيه وين رح يروح، يعني لأي مدينة ولأي مواطن ولأي أخ بالإنسانية. يعني خلينا نقول ياخد هيك معنى الدم السوري واحد، ايه، ولازم يكون إنسانيا هيك، يعني لأنه نحن بلاد مكلومة بطبيعة الحال، بلاد تعبانة بطبيعة الحال، إجت هاي الكارثة زادت الجرحى جرحى. يعني إذا هلأ ما كنا إيد واحدة من حلب لأدلب لجبلة للاذقية لكل مكان بسوريا الحبيبة، إمتى بدنا نكون إيد واحدة؟